تركزون عليها هنا. اوكي تسوون بأصابعكم زي كذا. اوكي هذه اول نقطة. طبعا تسوون هذه الحركة من 10 إلى 15 مرة. اوكي لما توصلون هذه النقطة شايفين هنا، توصلون النقطة زي كذا، هذه اضغطوا عليها ومسجوها 12 مرة مع عقارب الساعة و12 مرة عكس عقارب الساعة. كذا خلصنا من النقطة الأولى. النقطة الثانية هنا، اوكي نسوي مرة واحدة بهذه الطريقة او مرتين او ثلاثة، بس المهم عندي انكم تعكسون اليد، اليد اليمين للجهة اليسار واليد اليسار للجهة اليمين زي كذا، تصير يدينكم زي كذا. اوكي مسوينها، امسكوا هذه المنطقة ودوسوا زي كذا. اوكي تسوونها 15 مرة بالكثير على كل جهة. هنا لازم هذه اصبعكم هذا كذا يصير من هنا وهذا كذا، يعني تمسكون هذه المنطقة، عرفتوا؟ تقدرون تسوونها بهذا اليد، بس انا عندي بهذا اليد تحكمت فيها اكثر، يمديكم تسوونها كذا اللي يقدر يتحكم. اوكي بعد ما خلصنا من هذه المنطقة نرجع للمنطقة هذه، هالمرة زي كذا، تسوون زي كذا. اوكي تمام، تصير يديكم بهذه الطريقة وتحطونها هنا عند الخدود، فوق الخد وتحت الخد، وتمشون فيها. بعد تسوونها بس 15 مرة. طبعا هذه كلها الحركات ترى تكفي مرة واحدة في الأسبوع، لا تحسين انه لازم يوميا يوميا يوميا، مرة واحدة بس في الأسبوع وشوفي النتيجة بعدين، بعد شهر شهرين تبدون تحسون النتيجة مرة حلوة. ما بأطول في سنابات عليكم. طبعا هذه المنطقة كذا تمسجونها وبعدين كذا، لما توصلون هذه النقطة طبعا كملوا مساج. زي كذا تقدرون تسوون بهذه الطريقة بحيث ان تصير الأصابع هذه كلها تمسج من هنا، بعد نتيجتها مرة حلوة.